نفذت الاداره العامه للدفاع المدني حمله السلامه في فصل الشتاء وذلك لنشر مفهوم السلامه العامه خلال فصل الشتاء وتجنب الحريق والحوادث والتعامل السليم مع موسم تساقط الامطار. حملة السلامة في فصل الشتاء تضمنت محاضرات مكثفة وشاملة في امور السلامة لربات المنازل وجميع فئات المجتمع، حيث تم توزيع كتيب يحتوي على نصائح عن اجراءات السلامة في موسم الامطار لتوعية اكبر عدد من المواطنين والمقيمين للحد من اندلاع الحرائق ووقوع الحوادث خلال فصل الشتاء لحماية الارواح والممتلكات في مملكة البحرين. وتعزيز دور الشراكه المجتمعيه